أحبتي مرحبا بكم في برنامجكم النفس والرياضة. في هذا البرنامج نناقش الجوانب النفسية في الرياضة. هدفنا من هذا البرنامج إشراقات نفسية لأحبتنا اللاعبين. اللاعبين أرى أنهم ثروة وطنية يجب أن نستفيد منهم. كيف نستفيد؟ أن نشارك في البناء النفسي، وسادتي وإخوتي في التخصصات الأخرى يشاركون في البناء الاجتماعي وغيره، كل في تخصصه، وحتى البناء الفكري لهم، لأن اللاعب قدوة لأبنائنا، فكلما طورنا من مهاراته المختلفة كلما أثر في أبنائنا تأثيرا إيجابيا. ومن هنا كانت فكرة هذا البرنامج وفكرة هذه اللمسات النفسية، فتحيتي لكل شبابنا اللاعبين. تكلمنا في حلقات عدة عن سمات شخصية، تكلمنا عن إدارة الغضب، إدارة الانفعالات، شخصيات بعض اللاعبين. الإخوة هنا سألون عن كريستيانو رونالدو، وفريق العمل هنا من المصورين أكثرهم من البرتغال، فسألون عن كريستيانو رونالدو، بل أحدهم هو من نفس القرية التي جاء منها كريستيانو رونالدو. نتكلم في هذه الحلقة لماذا هذا الشاب الوسيم الجميل فارع الطول، ذلك الشاب حينما ترى تجد وكأنه حزين، ذلك الشاب ليس بالحزين، لا يشدك كثيرا، فنه ولعبه ما أجمله، لكنك تشعر أنه مشدود. لماذا كريستيانو رونالدو يعيش هذا الدور ويتكلفه؟ لا، إنما هذا طبع في شخصية كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو عنده سمتان في الشخصية، أو أمران في شخصيته. الأمر الأول سمات الشخصية النرجسية، تكلمنا عنها في حلقة الشخصية النرجسية، لكن النرجسية أو ما يسمى الغرور عند كريستيانو رونالدو هو خفيف جدا، هذه واحدة، إضافة إلى أن مهاراته العالية جدا قد غطت على ذلك الغرور اليسير وليس بالغرور الكبير. هذه صفة. الصفة الثانية عند كريستيانو رونالدو عنده ما يسمى بالنيجاتيف أتيتيود أو الموقف السلبي، وهذا يختلف عن التفكير السلبي. ما هو الموقف السلبي؟ الموقف السلبي هو حالة من الإنسان بالشعور بعدم الرضا، دائما يشعر بعدم الرضا، دائما يشعر ذلك الإنسان بعدم الراحة. كيف ينبني الشعور السلبي أو الموقف السلبي؟ إذا حدث لك موقف في الحياة إما طريق السعادة أو طريق الحزن، السلبيون هؤلاء يختارون طريق الحزن. حدث لك موقف في الحياة تحتاج إلى ماذا؟ طريق الراحة أو القلق، يختار طريق الراحة. ولذلك انظروا إلى كريستيانو رونالدو حينما يلعب كرة ثم لا تدخل في الهدف، يضرب بالأرض ويصرخ هكذا، لأنه صاحب موقف سلبي. أما رونالدينهو إن كنتم تذكرون حينما يفقد كرة وإذا به يرقص، لأنه يختار طريق الراحة. البنية النفسية مختلفة بين هذا وهذا. فكريستيانو رونالدو عنده ما يسمى الموقف السلبي، وشكل تفكيره السلبي وجعل مظهره بهذه الطريقة المشدودة التي أضاعت كثيرا من بريقه الجميل. نعود ثانية للحديث عن كريستيانو رونالدو، وقلنا أن كريستيانو رونالدو عنده سمات الشخصية النرجسية لكنها بشكل يسير. الأمر الآخر قلنا عنده ما يسمى بالموقف السلبي. ما هو الموقف السلبي؟ الموقف السلبي هو الذي إنسان يختار إما شعور الراحة أو شعور التوتر. كريستيانو عند مواقف الحياة يختار التوتر. انظروا إذا فقد كرة معينة أو ربما كان الفريق الآخر متقدما عليه فتجده مشدودا جدا. أما اللاعب صاحب الموقف الإيجابي، وضربت لكم مثلا رونالدينهو، تجده مبتسما حتى حينما يكون خاسرا، مرتاحا حتى حينما يكون خاسرا. ليس كريستيانو منتمي لناديه أكثر من انتماء رونالدينهو، لا لا، إنما الطبيعة الشخصية واحد، والأمر الآخر الموقف السلبي الذي يتضح في رونالدو. ولذلك مثل رونالدو يكون عرضة للقلق والتوتر، عرضة حتى للأمراض العضوية كالسكر والضغط وغيرها من الأمراض القلب وما شابه ذلك. ولذلك على من يتابعنا من الملكيين أن يتصلوا برونالدو ويبلغوه بهذه الأشياء حتى لا يفقدوا لاعبهم الجميل. هذا اللاعب فارع الطول الجميل لماذا لا نرى جماله؟ لأن طبقة من الموقف السلبي أو الشعور السلبي أو التفكير السلبي قد غطى على نفسه وعلى قلبه، فأصبح
لون ذلك الإنسان، لون ذلك اللاعب بهذه الطريقة، فأصبح تشكله بهذا اللون. هذا اللاعب في العادة لا يطول عمره في الملاعب، لأن السلبية حينما تتجاوز الإبداع عنده. الآن الإبداع يتجاوز النرجسية ويتجاوز السلبية، لكن من الطبيعي أن الإبداع يتناقص مع العمر وأن السلبية ترتفع، ولذلك تبدأ ترفضه الجماهير. لماذا الجماهير مفتونة به؟ لأنها ترى الإبداع لكنه غطى على السلبية دون أن يدري، وعلى النرجسية. ولذلك يجب على من؟ على المرشد النفسي أو المعالج النفسي أو المختص النفسي في النادي الملكي أن يفطن لمثل هذا. إن لم يفطن لها وكان دوره مجلد مرخ للعضلات أو استرخاء أو تنفس شهيق وزفير، فإنه لن ينفع رونالدو ذلك اللاعب. أي لاعب من شبابنا الكرام النبلاء المتابعين لنا في هذا البرنامج، أيا كان ممارسته سواء في أندية الجري مثل هذه المضمار أو غيره، أو في الرياضات المختلفة الطائرة والسلة وكرة القدم، يجب أن تبني في نفسك الموقف الإيجابي. هو حالة من الرضا الدائم. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الابتسام. ما معنى دوام الابتسام؟ هي البوزيتيف اتيتيود، هي الموقف الإيجابي الذي ننادي به حتى تتحقق الراحة في ذواتنا بإذن الله.